شكرا. عدنان بركة، جي في دي زيتود دو سينما في ليساف، المدرسة العليا للفنون البصرية في مراكش. جيتي في لا تخوازيام بروموسيون، ودابا انا قدمت الفيلم شظايا السماء في المهرجان ديال مراكش للفيلم. شظايا السماء كيتحدث على اشخاص بدو رحال اللي كيمشيو كيبحثوا على النيازك في الصحراء ديال المغرب، والفيلم كيحاول انه يتعمق شويه في هذا البحث على هاد النيازك هادو، وعلى كيفاش البحث على احجار كتقدر تغير الناس، وكتقدر كومون سا بو ريفيلي دي شوز على الانسان، ولا لي كونديسيون ديالنا حنا. التجربة ديالي مع السينما المغربية زعما سي با جون كيستيون دو ساتيسفاكسيون بور موا، هذا سي ان شوا اللي درتو، اي المهم كنحاولوا كنديروا محاولات. القطاع ديال السينما في المغرب مازال باقي كيحاول انه ينضج شويه، و يكونوا بزاف ديال الفرص للشباب. فلهذا الانسان خصو يحاول ما يأسش وصافي، هادشي اللي كاين. السينما تقدر تلعب بزاف ديال الادوار، تقدر تدوي على شنو السؤال قلت لي على القضايا السياسيه. بالطبع لانه هي مئات مجتمع في كيلكو سورت، وكتعبر على الكريستاليز داك لو مومون اللي عايشينه الناس في هذيك الوقيته. فصحيح انه السينما تقدر تلعب دور كبير ماشي في التغيير، كنعتقد لانه ما تقدرش تغير شي حاجه، ولكن او موان كتقدر تخلي الناس بلو كونسيون على 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 اشياء. صراحه انا باقي دابا في صدد البحث على 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 المشروع اللي جاي، يقدر يكون ان دوكيومونتير كما يقدر يكون اون فيكسيون. دونك الوقت اي لو فيكو، الحياه هي اللي كتخليك انك فوالا انك تقرر دير شي حاجه.